ومرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نناقش فيها قضايا المدينة ونسافر سوية في أرجاء جمالها، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: المعلى تشكو غياب التنمية وتردي الخدمات، التواهي المدينة التي اتخذها الاستعمار البريطاني مركزا إداريا وتجاريا، والمذيعة انتصار عبد الجليل ورحلة التألق في فضاء الإعلام. مثلما تشرق الشمس وتغيب ستظل عدن تسير نحو الأمام، فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة لنتابع. دشنت وزارة الشباب والرياضة أعمال التنظيف وإزالة مخلفات الحرب في ملعب عدن الدولي ضمن التحضيرات لاستضافة بطولة الشهيد جعفر محمد سعد لألعاب القوى، ويشارك في البطولة منتخبات من المحافظات المحررة، حيث من المقرر أن تتنافس في 18 لعبة خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى مارس 2017. أعلن في العاصمة المؤقتة عدن عن مشروع خيري لكفالة أبناء شهداء الحرب في اليمن. المشروع الممول من مركز الملك سلمان وهيئة الإغاثة الإسلامية يهدف إلى كفالة 4000 يتيم ويتيمة من أبناء الشهداء والأسر الأشد فقرا في 18 محافظة يمنية. دشن في مديرية خنفر بمحافظة أبين المرحلة الثانية لمحطة جعار الكهربائية بطاقة إنتاجية 4 ميجاوات. يأتي هذا التدشين إثر تركيب المولدات المقدمة من دولة الإمارات دعماً لمحافظة أبين ضمن خطة تشمل مختلف المجالات ومنها مؤسسة الكهرباء. دشن في محافظة لحج مخيماً طبياً مجانياً لمكافحة العمى وأمراض العيون ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. المخيم على مدى أسبوع يستهدف بعمليات جراحية 118 مريضاً من ذوي الدخل المحدود. إلى ذلك قدمت مؤسسة التواصل معدات وأجهزة طبية لمستشفى ابن خلدون بلحج بقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين ريال يمني. مديرية المعلى في عدن تشكو من الكثير على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة المحلية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام رغم المشاكل والمعوقات. المعلى كغيرها من مدن العاصمة المؤقتة عدن تشكو غياب التنمية وتردي الخدمات. حي المعلى، أول قبل كل حاجة البلاليع مقدلة في الشوارع زي هذه. موضوع المقاري، شوف المقاري هذه كيف كلنا الدنيا كلها بلاليع كلها. هذا لما تروح انت اصحاب بلديه تقول لهم تبلون بياس ما حد يجي يصفي لك. ايش بيصلح المواطن؟ ايش بيصلح؟ ما بيده اي شيء. تفاصيل الحياه اليوميه تبدو اكثر قساوه ومكابده في هذه المديريه التي نالها نصيب كبير من الحرب والدمار اثناء اجتياح ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح مدينه عدن في صيف 2015. ظلمنا واتوا غيرنا، يعني ترقموا، نحن اللي في الميدان خدمنا دورات دورتين في الميدان، وقو غيرنا اللي في البيوت حسب الوساطات والمحسوبية والرشوات وذا، وترقموا غيرنا. في شباب عاطلين على العمل جالسين، والباقيين داخل مجلس المحلي ما يقوا يسوون نحن أي حاجة. الآن ما عملناش أي حل، يعني واقفين ومعطلين على العمل، معطلين عن كل شيء، وكنا أول شيء نعين الأسر، الآن ندور من يعيننا لأنه لا قادر نشتغل ولا شيء بسبب الإصابة هذه. صح إن نحن تحررنا وجالسين، كهرباء في ما في كله من أسابيع. الواقع الخدمي يشكل عبئاً إضافياً يثقل كاهل المواطن البسيط الذي يعيش أزمات معيشية متتابعة وفي حضرة الحكومة أيضاً. وبالرغم من الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتحسين الأوضاع وتطبيع الحياة، إلا أنها كما تقول تواجه تراكمات طويلة من القضايا العالقة يأتي في مقدمتها ملف الإعمار وتضخم البطالة، بالإضافة إلى أزمة المياه وإشكالية الصرف الصحي وشبكة الطرق والشوارع العامة. هم مواطنين في مديرية المعلى، هي متردية من ناحية الصرف الصحي أولا، وثانيا من ناحية الطرقات، وكثرة الأمراض منتشرة وكثرة المقاري هذه اللي تسبب الطرقات. ينتظر المواطن في عدن من الجهات المختصة تغيير واقع الحال والبدء الفوري بمعالجة القضايا العالقة،
والعمل على إعادة الحياة في المدينة إلى سابق عهدها. الأستاذ فهد مشبق، مدير مديرية المعلى في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نناقش الموضوع والقضية عن المعلى. بداية، بعد أكثر من عام ونصف، ما هو وضع مديرية المعلى اليوم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بقناة بلقيس الفضائية ونقول لهم أهلا وسهلا في مديرية المعلى. والمعلى طبعا مثل ما تلاحظونها اليوم في تغيرات كثيرة في الشوارع وفي الأماكن التي تهدمت. والمعلة كانت من سابقا شبه يعني خالية من شبه غابة، يعني من التدمير الذي دمر الحوثي. أي نعم. والآن المعلة بأفضل حال، بالرغم أنه في أشياء عادها لم تصلح، لكن تعتبر إلى 80% أو 75% الحمد لله توفقنا في أشياء كثيرة صلحناها، والأمور طيبة الحمد لله في المعلة. لا يزال هناك الكثير من المباني المهدمة والتي تضررت كما ذكرتم في الحرب الأخيرة. ملف الإعمار إلى اليوم إلى أين وصل؟ ملف الإعمار طبعا مش بيداتنا، ما في بيدنا أي شيء من ملف الإعمار، تبع الأشغال والمحافظة. نزلت لجنة دارت على البيوت كامل وأخذت منهم كافة المعلومات والملفات كلها في الأشغال. وبعد ذلك من قبلكم هل ترفع؟ نحن نتابع بس يقول لك ما فيش. نحن المتابعين يقولوا عدم ما جت السيولة بحيث انه يعيدوا الإعمار. نحن كنا بالبداية نعطي لبعض وليس الكل، لبعض من المضررين يعني تعطوهم نقدا إيجارات، نعطيهم حق شهرين. هذا من المجلس المحلي في المعلى كاجتهاد شخصي فقط، يعني شهرين ثلاثة شهور بس مش واصل. هي ذي معه حكونا ما عندنا إمكانيات، وفي بعض يمكن بيت أو بيتين كانت أمور بسيطة في ذا تم ترميمها على حساب المجلس، بس أما الأشياء اللي هي صعبة صعب. واليوم لا يأتي على مسامعكم، متى ممكن أن يفتحوا ملف الإعمار مرة أخرى، أو متى يمكن أن تبدأ بعض الخطوات الجادة في الإعمار وإعادة تهيئة مباني المعلى؟ نزلت لجنة المعلى ونزلنا معها وتعاوننا معها ووصلناها البيوت ورتبنا الأمور، بعدنا لهم أي عراقيل تعطل أعمالهم، ورفعت التقارير للأشغال وعدنا منتظرين لحد اليوم. طبعا المعلى في منطقة معنا بحافون شبه مدمرة، حافون في منطقة في المعلى حافون شبه منتهية، يعني أكثر البيوت عماير يعني بشكل عام. لو معنا عماير في المعلى الرئيسي على خط رئيسي برضه. نعم، منطقة حافون صحيح أنها تضررت كثيرا من الحرب، ولكن هي وقعت فيها أكبر معركة يعني تعتبر، وكذلك هي مسبقا من قبل حتى الحرب متضررة أساسا بسبب قدم العمارات والمباني الموجودة فيها. بالضبط. لا توجد خطط مستقبلية مثلا لإعادة تهيئة هذه المباني؟ هذا بعيدا عن ملف الإعمار سيكون. والله نحن نتمنى السيولة تأتي وبرجع المعلة يعني قطعة من باريس. الآن نحن لا توجد لدينا أي سيولة أو موازنة. نحن كل ثلاثة شهور أو أربعة شهور يعني يدخل للمديرية 22 مليون. يعني من أين تأتي الـ 22 مليون؟ هذه الموازنة اللي هي المركزية، يعني 22 مليون إلى 24 مليون ولا هي شيء، يعني على الأعمال الذي عملناها في المعلة من مشاريع. يعني أنا ما يقارب لي سنة، يعني عملنا مشاريع في المعلة ما يقارب 18 مشروع أو 17 مشروع، وكلها مشاريع كبيرة وضخمة وبالآجل. يعني قد سددنا البعض، والبعض المشاريع الأخرى ما للآن ما لم تسدد على أساس وعدناه ولا بداية السنة. فمعانا قلة الإمكانيات، هذه اللي دقتنا في المديرية، وإنما نحن نتوكل على الله واصل ولا قدام، وكلها وعود. نوعد الناس، نوعد المقاولين، نوعد كذا. وإذا جت الإيرادات المحلية ضعيفة برضه جدا، وأنتم تعلمون أن الحرب يعني تضرر التجار، ضرر كذا، وقد ناشدنا التجار بالعودة إلى المديرية ومستعدين لحماية ممتلكاتهم. كان من أي منطقة أو من أي محافظة يأتي إلى المعلة، ونحن مستعدين للحماية من وإلى، يفتح محلاته، يفتح ذا ويبدأ بالعمل. يعني نوفر لهم الحماية الكاملة حتى يعني تنهض المديرية، لأنه بدون التجارة هذه تجارة لأي شخص. بالتأكيد. نعم. كان من كان حاولنا نرسل لهم، حاولنا نصلح أوضاعهم، حاولنا مشاكلهم هذه نتدخل في كل مشاكل أي تاجر في المعلة عندي، نتدخل في مشاكله إذا كانت في أي مشكلة نتدخل بكل قوة. يعني التاجر هذا
يعني عليها يعني بين قوسين تكون معاملته معاملة خاصة على أساس باعتباره يوفر فرص عمل للآخرين. نعم فرص عمل، وأيضا تعتبر برضو الدخل المديرية صحيح من هالضرائب من هالجمارك من ال نعم، وبالتالي كذلك أيضا دخل لمحافظة عدن بشكل عام كذلك. نعم قبل فترة ليست ببعيدة اشتكى الكثير من المواطنين من انقطاعات الماء وكذلك أنها لا تصل إلى الأدوار العليا من العمارات، إلى أين وصل ملف الماء اليوم؟ ملف الماء أكبر مشكلة كانت معنا في مديرة المعلة، ولكن الحمد لله الآن إلى 90 أو 95% في تحسن كبير جدا. أولا نحن أول ما استلمنا المديرية كانت معنا مشكلة المرتفعات اللي هي المناطق الجبلية. نعم. ردفان، كاسترو، جبل قوارير، فيها الكثير من السكان في الجبال. أيوة. نعم. والشيخ إسحاق فيها أكبر عدد سكان، فاستدعينا المهندسين المياه وتناقشنا معهم على أساس أنه نريد نوفر لهم الماء بأي طريقة كانت حتى لو تخسرنا أموال. فعملوا الدراسات وعملوا الأمور وطلعت أنه على أساس نمد لهم خط رئيسي لحالهم خارج عن المعلة وبتكلفة 30 مليون، وعلى طول قلنا لهم نحن مستعدين، وتم نقاش المسألة مع مدير عام المياه ومدير عام نائب مدير عام المياه وأيضا وكيل المحافظة اللي هو رشاد شايع، وتم الاتفاق وعملنا المشروع. وكنا أنا كنت متوقع أن المشروع 70% ينجح، ولكن الحمد لله يعني 100% ناجح، يعني وصل الماء إلى آخر منزل في الجبل بتكلفة 30 مليون مع من غير السامان، يعني مع السامان يمكن بحدود 43 أو يعني، والحمد لله نجح. هذا أول مشروع أقمناه، يعني نجح المشروع، ومن ثم بعدها انطلقنا بمشاريع أخرى. مسألة المياه طبعا أنت تعرفي مشاكل المياه مشاكل كبيرة جدا، وأنا بحكم أني موظف في مياه عدن يعني رئيس قسم المخالفات كنت سابقا، موضوع المياه موضوع متأزمين هم ماليا كما تعلمون المواطنين. نعم. السداد المياه في عدن. نعم. والمياه يعني غير الكهرباء، المياه إنه قطعت مصيبة. الشخص ممكن أن يعني يصبر على الكهرباء، ولكن كيف سيصبر لكن على المياه؟ لكن الدول الداعمة وكذا مهتمين بالكهرباء أكثر من الماء، وهذا أكبر خطأ. مفروض الاهتمام بالمياه خاصة عدن منطقة ساخنة. خاصة عدن. نعم. والآن بحكم أنه فصل الشتاء الأمور طيبة بالمياه، لكن فصل الصيف الأمور زفت في المياه. نحن الماء يأتينا بعد 3 أيام يأتينا، الآن لا، الآن في أحيانا نخلوه يومين وأحيانا يوم يوم لا في هذه الأيام. وبدأنا كنت أنا أعمل بشكل نزول ميداني إلى كافة يعني المناطق في المديرية، والذي يعانوا نعمل لها معالجات في نفس اللحظة. وفي معنا مناطق حافة الطرفة وامرأة القيس والطليان الذي وراء الاتصالات، الآن معنا هناك برضو مشكلة لضعف الماء، وتم استدعاء أيضا المهندسين، وعلى أساس أنه قلنا لهم لازم الماء يوصل بأي طريقة كانت، فقدموا لي على أساس أنه البيبات الأرضية كامل منتهية فيها الصدى والدحل، وقلنا لهم لازم تعملوا لنا دراسة على أساس نعمل حل نهائي ونغير الشبكة الرئيسية كامل حق المناطق هذه كامل. ورفعوا لنا دراسة وطلعت بحدود 29 مليون، وبرضه قلنا مستعدين. من أين استحضرون 29 مليون؟ إذا كان مثل ما ذكرتم سابقا دخل المديرية لا يتجاوز 22 مليون. هذه طبعا كل الناس تسألني على هذا السؤال، طبعا هذه قدام من الله، يعني أنا والمقاول يعني ربك حول لي مقاولين طيبين، اللي تجي هذه نقسمها بينهم وهم قابلين يعني بهذا الشيء، يعني اللي تجيني خلاص عبر المستخلص حقه نقسمها بينهم ويشتغل، يعني حاول نوزع لهم 22 أو 24 مليون. وأيضا برضه محافظ عدن سباق في مساعدة المديرية مثل مشروع المياه الجبل 30 مليون، طبعا ذهبت إلى عنده وما عندنا كانت إمكانية، أول مشروع أبدأ به وبدأت به وأنا خايف. الآن المشروع بدأنا فيه بس تأخرنا فيه لعدم وجود البيبات في داخل اليمن بشكل عام أو عدن بشكل خاص. البيبات يتم يعني بيجيبوها من داخل السعودية، وعاد الآن قدمنا الطلب يوفروا البيبات، أما قد قطعنا الزفلت والدراسة جاهزة وبنبدأ في العمل.
في تغيير الشبكة الرئيسية كامل حق بيبات المياه. نعم، سابقا في الطرقات كنا نلاحظ في مديرية المعلة في السنوات الماضية بأنه في نفس الشارع يعاد فتح الطريق ومن ثم مرة أخرى يردم، ثم يعاد فتحه ويردم، وكأن هناك يعني وظيفة تأتي على وظيفة، أو المواطن لا يعرف بالضبط ماذا يحدث. النظام السابق هو سبب هذا الخراب الذي نحن موجودين فيه الآن. هذه الشبكات المجاري، شبكات المياه، شبكات الخربانة، هذه كلها من النظام السابق. فأجل الحمل علينا هو الوضع زفت في عدن وفي اليمن بشكل عام. الآن كل الذي الأعباء هذه اللي نحصلها هي من النظام السابق، اللي هي عدم يعني الشغل بامتياز، وكانت الشغل أي كلام. يعني البيبات كانت مرتفعة، حتى السيارات لما تجزع السيارات الكبيرة تحصل على ضغط مما يدي إلى انفجار البيب، والانفجار البيب تضطر إلى البوكلين وحفر الزفلت وحفر الشارع، ويالله ويجلس الشارع هكذا وردمه بتراب وخليه. نعم. فأصبحت مشكلة. لكن الآن نحن أي مشروع يعني رصف أو زفلت نبدأ أول شيء بالبنية التحتية اللي هي تصريف الأمطار وبيبات المجاري، تعمق يعني تعمق تحت الأرض. نعم. تكون بعيدة أفضل من أستاذ، قبل فترة ليست ببعيدة كذلك المحافظة وجهت بإزالة العشوائيات وإعادة المدينة بشكل جميل ولائق، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ نحن طبعا طلبوا منا على أساس كشوفات بالعشوائي، أنا رفعت لهم العشوائي، بس كانت عندي شروط هكذا في بعض الأماكن المقتحمة من مرافق الدولة اللي هي بالأساس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وتم يعني تم تأجيل الحملة لسبب ظرف خاص. يعني أنا معي 2 أفراد من أفرادي استشهدوا في باب المندب، وكان في يوم الحملة عندي وما قدرت، الحمد لله، وما قدرت تشتغل، تم تأجيلها، وإلى حد اليوم كنا بنبدأ برضه بالحملة، وجاء الاحتفال حق 30 نوفمبر وتم برضه تأجيله. فالتأجيل مش مسألة عرغلة حسب ما يدعوا الآن في الإعلام وفي بعض الوسائل الفيسبوك والواتساب، أنه فهد مشبغ باسط على أراضي، باسط على ممتلكات الدولة، باسط، ينزلوا المعلق وقلنا لهم تأكدوا وشوفوا. إلى حد الآن نحن مستأجرين شقة في 35,000، فتكلموا علينا وأنا ما يهمني الكلام. نحن والبعض قال أنكم صرحتم بأنه عليكم أن تبدأوا بالكبار قبل الصغار. لا، أنا هذا تصريحي، هذا الصح. نحن قلنا بنبدأ بالكبار، بس كانت لي عندي شروط، أنا وافق عليه المحافظ، محافظ برضو استجاب للكلام الذي قلته، لكن الكلام الذي سمعناه من آخرين على أساس أنه الكل، يعني في بعض ناس بيوتهم مدمرة، أنا صعب أخرجها من داخل المكان مقتحم، فين أوديه؟ لا عندي إمكانية أدفع له إيجار لما يصلح البيت ولا ذا، ولا عندي إمكانية، ولا بقدر أكذب عليه، يعني أني بقول له بعطيك 3 أشهر بعنباء. فقلنا نحن يبقوا داخل على أساس أنه بنشكل لجنة وبنعمل لهم اتفاقيات رسمية تكون بيننا بين السلطة المحلية وبين الشخص هذا المقتحم، انه في حالة الدولة يعني تعيد الاعمار او تصلح بيتك وكذا تخرج بكل هدوء بكل سلام. تم الموافقة في اكثر المباني، هذا اللي هي مدمرة بيوتهم. فقلنا نحن بننزل الحملة بتكون على المرافق الحكومية، اي مرافق حكومي احتل بنخرج المقتحم، كان بالقوة كان بالرضا بنخرجه. هذا أي مكان اقتحم حكومي واللي اقتحمه متضرر سوف يتم معالجته بالاتفاق نحن والمقتحم، على أساس أنه وأنا هو خطأ تسميه مقتحم، هو يعتبر ليس مقتحم، هو الحرب يعني الضرر في الحرب لجأ إلى المرفق هذا الحكومي لأنه ما عنده حتى إيجارات ما عنده. فهذه كنا بنعملها المعالجات، زايدة الأكشاك الذي هي على الخطوط الرئيسية، كثرت الأكشاك من بعد الحرب. فمثل ما قلت لك هذه كلها عبارة عن يعني شعب مسكين، شعب فقير، شعب مشاريع صغيرة للبقاء على قيد الحياة بالضبط. لكن أنا والله ما أتمنى أن نتمنى أن كل هؤلاء يتوظفوا في الدولة، لكن عاد الفرصة ما جت، ولا هؤلاء الصدق يعني أنت لو تنزلي إلى هناك كلهم خريجين كليات، كلهم خريجين جامعات، يقول لك يا أخي أنا أطلب الله، يعني أنا ما عندي أي شغل، بس قدك تضطر تقول له موقع غلط، يعني أنت بنيت على خط رئيسي، بنيت على كذا، ضايقت الشارع، ضايقت الخط، ضايقت، بنيت فوق مجاري، بنيت فوق.
فان شاء الله ربنا بيعين. الى الان الحمله موقفه، السعودي قالوا لي حتى اشعار اخر، واول ما يجي الامر سوف ننزل. ختاما استاذ فهد، مشاريعكم المستقبليه لمديريه المعلة؟ نحن طبعا شوفي بدانا مشروع المياه، اول مشروع ابتدانا في مديريه المعلة، ونجاح المشروع اعطاني نوع من الحافز، بالرغم انه ما كانت عندنا سيوله، وانا خاطرت مع المقاول وقلت له عندي، والحمد لله توفقنا مع المحافظ حفظه الله الذي هو دائما سباق في دعم مديريه المعلة، وتم يعني دفع المبلغ كاملا اللي هو 30 مليون على حساب المحافظه. بدانا مباشره مشروع المجاري، كانت تتعبنا موضوع المجاري هذا، في كل يوم يعني تفتكرنا عدة جهات، كان يعني أكثر المعلّة مديرية جميلة، وأكثر شغل كانت هي المجاري. طبعا انقطاعات الناس لما نزحوا من داخل المعلّة يبست الخطوط والأتربة والأكثرها بلا أغطية، سببت إلى يعني البيبات أكثرها مسددة، ف استدعينا مدير المجاري على اساس، او مدير المنطقه الذي في المعلة، على اساس انه نشي نعمل اي حل. انا خلاص يعني ضبحت، انا كل يوم يعني كل يوم تفتكري من عده جهات، يعني تغرق المعلة من هنا ومن هنا. فرفع لنا دراسه على اساس نعمل اعاده تاهيل شبكه المجاري في المعلة، فقلت له يا اخي موافق، وبدانا المرحله الاولى والحمد لله استكملناها، والان بدانا المرحله الثانيه اللي هي بدانا اول شيء بالمضخات تصفيتها، ولو شفت اللي خرج من المضخات يعني جبال من الرمال والحجار والأتربة، وفي بعضها مستفعلة، في بعضها نجي نلاقي حشوات يعني من الجواني داخلها حجار مسدود يخرجوا أمامنا يعني، ففي بعضها مستفعلة وفي بعضها من البيبات المسددة، لكن نحن اشتغلنا جزء كبير الآن، قدرنا نمشي بالمرحلة الثانية، وبإذن الله الأمور إن شاء الله تتحسن إلى أكثر. ومن ثم بدأنا موضوع الرصف الطرقات اللي في الطريق الدائري، كانت برضو الطرقات مكسرة بشكل غير طبيعي، السيارات حتى ما تقدر تجزاء، فتم استكمال الطريق الأول، والآن بدأنا بالطريق الثاني، وبدأنا أيضا عند في الشارع الخلفي، وبرضو بعضها استكمل وبعضها عادوا يشتغلوا، والآن برضو بدأنا في الدكة، وواجهنا برضو مشكلة المجاري، الآن يحلوا المشكلة في المجاري، من ثم بيتم الرصف، لأن أول شيء مجاري بعدين تصير في المطار. والمشاريع الحمد لله بدأت تمشي للأمام، قدم تمشي للأمام، وربك بيعين. وأيضا حديقة في مكان كان مجرى لها فترة سنين، كان مجاري وقمامة بشكل فظيع جدا، تم تصفية المكان هذا وشفناها أنها متنفس كبير جدا، فقلنا العدد قاتل الناس عليه، أراضي ما أراضي نعمل حاجة شيء يفيد المعلة. فطلع المقترح أنه عندي نعمل حديقة وملعب كرة طائرة وكرة سلة، جميل متنفس للناس بالضبط. فالمشروع قائم الآن وشبه يعني بإذن الله عز وجل المنتهي، عملنا لهم ملعبين اللي هو كرة سلة وطائرة، وعملنا لهم حديقة، والمشروع يمكن في نهاية أو في بداية السنة الجديدة يتم استفتاحها الحمد لله. أستاذ فهد مشبق، مدير مديرية المعلة في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا لك على هذا اللقاء. مدينة تحمل في معنى اسمها التيهة والضياع، لكنها باتت اليوم تمنح معنى الوجودية، وتحمل بين ملامحها معان تاريخية عميقة. إنها مدينة التواهي في عدن. حبك في القلوب عمر اللسان والأيام تذوب يا مينة التواهي. التواهي مدينة تسخر بمعالم عريقة متوغلة في عمق التاريخ،
تطل التواهي على خليج عدن في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة عدن، وعرفت بنقطة التقاء البواخر. قديماً عرفت بقرية الصيادين كما تشير بعض المراجع التاريخية، وتسميتها جاءت من لفظ تاه بمعنى ضاع، حيث يقال إن أهالي عدن آنذاك كانوا يخشون الذهاب إلى تلك القرية خوفاً من أن يتيهوا في جبالها، فموج البحر كان يغمر جزءاً كبيراً منها ويغطي الطريق، ما يجعل الدخول إليها مستحيلاً. وهناك من المؤرخين من يعزو أسباب التسمية إلى فترة الاستعمار البريطاني، فالمنطقة حينها لم تكن ضمن نطاق مدينة عدن، بل كانت في ضواحيها، ومن كلمة الضواحي ونطقها بالإنجليزية جاءت تسمية التواهي. مركب اللي راسي كم جار من مآسي يا مين التواهي القمر 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 عاد طالع. تحيط بالمنطقة من الأسفل آثار تحصينات دفاعية وبقايا مدافن قديمة يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الخامس عشر إبان حكم العثمانيين لعدن، وكانت تستخدم لحماية مداخل المدينة من جهة الشاطئ الغربي. والخير من قبالك يضيع كما الجهيد، كم تحمل المراكب لمدن المغارب. يرتبط إنشاء ميناء عدن التواهي بالإنجليز الذين هجروا الميناء القديم في صيرة بكريتر، وشيدوا ميناء التواهي حيث توجد الإمكانية من توسعة الميناء وعوامل أخرى لقيام ميناء حديث يفي بمتطلباتهم، ويكون همزة وصل بين بريطانيا ومستعمراتها في قارة آسيا. وقد ترافق بناء الميناء مع إعلان عدن كمنطقة حرة في عام 1850. احتلت المنطقة أهمية كبيرة بعد انتقال مقر سكن الوالي البريطاني الكابتن هينس إليها، واتخذها مقراً لسكنه ولمساعديه وكبار الموظفين والعسكريين البريطانيين. تحولت التواهي إلى حي أقرب ما يكون أوروبياً بعد أن اتخذت منه السلطات البريطانية مركزاً تجارياً وإدارياً وعسكرياً لها، ومقراً للقنصليات والشركات الأجنبية. تتراءى في جهتها الصورة الكاملة لمدينة عدن، كاشفة عن أصالة القدم وإشراقة المستقبل الواعد لمدينة جمعت جنباً إلى جنب مقومات الجذب السياحي وثقافة التعايش السلمي بين مأذنة لمسجد وأخرى لكنيسة قديس ترهبن ومارس طقوسه بسكينة واستقرار. الساحل العجيب ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعلم. في مدينة التواهي يوجد الساحل الذهبي، ويعرف أيضا بشاطئ جولد مور، ويعد واحدا من أجمل الشواطئ السياحية في اليمن. والمركب اللي راسي يتميز شاطئ جولدمور بصفاء مياهه وتربته الساحلية الرملية الناعمة وصخوره البركانية التي تضفي على المكان عند الغروب لونا ذهبيا، ولهذا سمي بالساحل الذهبي. في خليج الساحل الذهبي يوجد خرطوم الفيل، وهو عبارة عن صخور متداخلة تشكلت بفعل عوامل التعرية عبر أزمنة عديدة على هيئة خرطوم الفيل.
تشكل التواهي خطاً لالتقاء بيئة جبلية مرتفعة ورملية ساحلية ترتبط مسالكها بالشطآن وحوافر جبل شمسان في حركة ديناميكية امتزجت لتكتمل معها إيقاعات الحياة. ستظل مدينة التواهي يحفها الجمال من كل ناحية، تحكي مرحلة تاريخية عاشتها عدن، كان لها مجد فهل يعود؟ انتصار عبد الجليل مذيعة تلفزيونية تألقت في سماء قناة عدن وهي تحلم دائما بغد أفضل ووطن يكون مكانا آمنا للجميع. انتصار عبد الجليل مذيعة اللغة الفرنسية في قناة عدن الفضائية تألقت بأدائها وحبها للعمل الإعلامي وأصبحت واحدة من ألمع نجوم الإعلام التلفزيوني في عدن. بدأت العمل التلفزيوني كمذيعة ربط أثناء ما كانت طالبة في الصف الأول من المرحلة الثانوية، غير أن الرغبة وحب المهنة قادها للعمل كمراسلة إخبارية. في البداية أنا دخلت تلفزيون عدن كمذيعة ربط، دخلت تاني ثانوي كده، فكنت يعني فرحانة أدخل كمذيعة ربط حاجة زي كده. بعدين شفت إنه مش هستفيد يعني من مذيعة كربط، ففكرت وعلى أساس إني أنتقل من التقديم كمذيعة ربط إلى لدار أعمال الأخبار وأكون يعني محررة أخبار وصحفية وأنزل الميدان أعد وأقدم التقارير الميدانية وأحتك يعني بالناس بكافة شرائح المجتمع، أحتك بالصغير والكبير ولكي نلتمس همومهم. فطبعاً ذيك الفترة كانت تنزل محافظة عدن، لاحج، أبيان، ضالع، تعز، إب، صنعاء، كانت تغطي فعاليات، كان مظاهرات، كان ندوات، كان ورش، كان فعاليات تحصين. وأنا ذاك دعمني أستاذ فهمي حسن غانم مدير عام الأخبار، وبرضه جمال بيضاني نائب مدير عام الأخبار، وما ننساش كمان اللي دعموني عم عبد القوي مدير التبادل الإخباري، وكمان دعمني عم عبد الله ربيح مدير الرقابة في الكنترول يعني في القناة. درست انتصار اللغة الفرنسية في كلية الآداب جامعة عدن، وقدمت برنامجا إذاعيا بعنوان هنا اليمن في عمل جماعي جمعها بأبرز الوجوه الإعلامية في تلفزيون عدن. درست كلية الآداب لغة فرنسية، فقدمت برنامج في الإذاعة إيسيو اليمن، برنامج هنا اليمن الناطق باللغة الفرنسية، مع مجموعة من الزميلات الرائعات مثل جميلة جميل ألف رحمة ونور عليها، سوزان صالح، والأستاذ شهاب سويد، والأستاذ ماهر ثابت. قدمنا هذا البرنامج في الإذاعة، بعدين حبينا نحن الجروب هذا اللي نعد ونقدم هذا البرنامج نقدمه في التلفزيون برضه، فقدمنا الفكرة والمقترح ووافقنا ذاك الدكتور خالد عبد الكريم على هذا المقترح البرنامج أو النشرة الفرنسية لجورنال، فقدمنا النشرة بمئة الزميلات والزملاء. بدنا نبقى بأجواء التلفزيون. بتتذكر هذه المذيعة اليمنية اللي حكينا عنها من شي سنة إنه عم بتذيع بالفرنساوي؟ إيه. فيلا؟ إيه. فبطمنك إنه الست المصونة تحسنت. لم يخلو عمل انتصار عبد الجليل من الصعوبات، حيث واجهت في فترة ما شائعات وانتقادات حول مدى قدرتها على تقديم النشرة باللغة الفرنسية، لكنها سرعان ما تجاوزت هذه المحنة بنجاح واستطاعت المضي قدما في فضاء الإعلام. خلال تقديمي للنشرة الفرنسية قبل سنتين حصل لي ضجة إعلامية، تسريب فيديو مبارك على أساس إن انتصار ما عندش كفاءة باللغة الفرنسية، انتصار تدلع باللغة الفرنسية، وتناولنه طبعاً جميع الصحف المحلية والعربية والدولية، وكذا القنوات الفضائية تناولت هذه الضجة الإعلامية.
المذيعة المتألقة ريتا الخوري مذيعة إذاعة مونت كارلو الدولية أجت معي حوار بهذا الشأن وبهذا يعني الطقة. وفي نهاية اللقاء قد أخبر هذه المذيعة بأنها نجمة إذاعة مونت كارلو الدولية وهذا الكلام الصحيح. وطبعا نحن مكنا نقدم لغة فرنسية نخضع للجنة متخصصين أساتذة جامعية متخصصين باللغة الفرنسية هم يجوزون إحنا. من برنامج إعلامي إلى آخر تنقلت انتصار عبد الجليل في استوديوهات قناة عدن حتى أتت الحرب وأغلقت أبواب القناة إلى اللحظة، ولكن الأمل لم ينقطع عند انتصار في عودة القناة إلى الأرض الأم التي لطالما انتمت إليها. لما أغلقت قناة عدن الفضائية والآن تبث من قناة الرياض لمدة سنتين، أعتقد لمصلحة من تقفل قناة عدن لهذه اللحظة. الآن مدينة عدن مدينة محررة هادئة مستقرة، يعني ما فيش أي إشكالية. نحن عايزين قرار سياسي شجاع لإعادة بث قناة عدن الفضائية لمصلحة مين؟ يعني تعطلت مصالح الشباب الموظفين والمتعاقدين، أتعطل كل شيء، يعني أصبح الناس الآن يعني حالتهم يرتى لها. يعني تتطلع انتصار إلى أن تكون القنوات اليمنية حيادية وأكثر ملامسة لهموم الناس، وتتمنى أن يكون العام القادم مليئاً بالأمان وأن تعود قناة عدن لممارسة عملها من أرض الوطن. أتمنى يا رب تعود قناة عدن الفضائية من عدن تغرى اليمن الباسم وتعود عدن زي ما كانت أول وأحلى. ستبقى الكثير من الأماني تلوح مشرقة في أفق انتصار عبد الجليل كإعلامية تبحث عن التألق في أحضان المهنية وتسير قدما متجاوزة صعوبة الحياة متفائلة بغد أفضل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.